السلام عليكم كيان ديالنا، كصباحتو نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. عاوتاني اليوم واحد الباك ديال الهاوته، عاوتاني كما العاده ولفناكم على الباكات ديال الهاوته. احنا جبنا لكم الباك ديال الهاوته بثمن مناسب، ثمن مناسب ثمن غزال وثمن مشجع. صباح النور عليكم كليان ديالنا. انا اليوم كي قال لكم السي حسين الباك لبسه ليجا مع البروشي، شي حاجه غزاله وانيقه تكشيطه قفطان ثمن غزال. هذا البروشي بوحدو كيدير 800 درهم، ليجا كدير 600 درهم، هي 1300 درهم. اليوم غندير لهم واحد الثمن غزال، ثمن مشجع. قرب عندي السي حسين، شوف معايا البروشي كيفاش داير. المتراج 3 متر على 1.5 متر، شي حاجه غزاله وانيق لعشاق الاناقه والاليغونس. بغا دير شي قفطان، شي حاجه غزاله وملكيه. المتراج ديالو راه 3 متر على 1.5 متر، فيه اللوينات غزلان وتشكيله روعه، والثمن اكيد غزال كثر. الوغ اول بروشي شفتيه معنا السي حسين، انا غادي نوريك دابا التليجه. بروشي المتراج ديالو 3 متر، التليجه حتى هي 3 متر، يعني هادي قفطان تقدر تزيدي تحتيه وديري تكشيطه الا بغيتي ديري هو لبسه. والتليجه بيان سور بغيتي ديريها قفطان بالمنصوريه، بغيتي ديريها لبسه تكشيطه، كيبقى لك انت الذوق بيان سور. الوغ هذا البروشي والتليجه حتى هي غنضطر نطلقها لك باش تشوف الكونسيبت ديالها حتى هي كيفاش داير. شي حاجه غزاله، والمتراج 3 متر على 1.5 متر، والقفطان غادي يسوى بيان سور. انا السي حسين، شوف هنا هاد اللبسه كي جاك اللوين، والله داكشي 3 متر على 1.5 متر، تديرها بوحدها كدير 600 درهم، والبروشي كيدير 800 درهم، يعني 1400 درهم لو باك الاثمنه ديالو. اليوم غادي نديرو ليه ثمن غزال اللي هو 1000 درهم. انا نطلق لك على الطول، شي حاجه غزاله وانيقه واللوينات خيال العين. الوغ هذا الباك رقم واحد السي حسين، هادي التليجه ديالو، وهذا لو بغوش، شي حاجه اللي هي غزاله والثمن 1000 درهم. ثمن 1000 درهم فقط، يعني ناقصها 100 درهم اللي ناقصها. كاين هاد التليجه هادي قرب عندي السي حسين، حيت هادي طلقناها باش نشوفو الكونسيبت ديال لو باك. هادو دابا غندوز لك غير اللوينات. التليجه غزاله، المتراج 3 متر على 1.5 متر. دابا التليجه راه غنيه على التعريف، راه سي شي حاجه اللي تخي طوندونس دابا على الطلب وعلى الاقبال. تبارك الله، ولا فيها الابداع في لافاسون، يعني تقدري تحتي ديري قفطان بالعقيدات وديري بالحجيرات، والتليجه تجي من سوريا مفتوحه، تجي غزاله وانيقه. هذا بروشي، بروشي غنضطر نحلو باش تبان لهم الزواقه. ما كرهناش يتحلو كامل، ولكن غيدو لينا الوقت. انا غير ملي كتختلف الزواقه البروشي غنضطر نحلو باش كليان ديالي تشوف الزواقه وتمتع في المنظر تاعي. شوف معايا القفطان تا هو ملكي غزال. هذا مازال تيبغي الخدمه، تقدري تطرزي، بغيتي تنبتي، بغيتي تخليه غير هو اللي تدير له خياطه زوينه، ولا تزيدي تحتيه وديريه تكشيطه لبيسه، راه شي حاجه غزاله ورطيطه في الماء مزيان. هذا بغوشي ديال تركيا، شي حاجه انيقه انيقه وغزال، والثمن 1000 درهم. كليان اللي تواصل معنا على قبل البيسات ديال واحد لا موسيم لقاو تباعو، ما تقلقوش علينا صراحه، الكميه كانت محدوده، كانوا فيهم شي 10 ولا 12 لبيسه صراحه، سخر فيهم الله تباعو مشاو. اللي خدات شي حاجه منهم بصحته وراحته، واللي ما خداتش غتاخد معنا في محسن ان شاء الله، ضروري جاي الخير. شوف معايا اللبسه هادي حتى هي غزال، 3 متر على 1.5 متر، هادي راه بوحدها كانت 600 درهم، 3 متر على 1.5 متر. كنعاود نوضح المتراج، كاين اللي خداو من لابكم البارح بصحتكم وراحتكم، اللي ما لقاتش وبغا دير لاكومونت تاع البلاص ما تقلقيش علينا، راه ديما جاي الجديد. مازال غنبغاكم في محسن ان شاء الله. شوف معايا هذا الترابي، هادي الزواقه ديال الفيغ انيس الاول اللي تحل، شي حاجه غزاله. البغوشي ديال تركيا جوده ممتازه، رطب طيح في لاطومبي ما يتبطل ما والو، بغيتي ديري قفطان ان بيس راه كيجي. وكي قلت لك في البدايه ديال الفيديو، بغا تزيدو حتى تحتيه وديرو تكشيطه كيبقى لها هي بالضوء. الوغ هذا الباك رقم 3، 1000 درهم فقط.
الثمن الهوته بغينا كل شيء يلبس ان شاء الله. الله يجي فيهم اخويا. ضروري اخويا هذا واجب ديالنا فضلا. السهل والسهل. السهل والسهل. الكليان ديالي يستاهلوا كل خير، الحمد لله اوفياء معنا، كيشجعونا، كيخليونا كومونتيرات زوينين، كيثيقوا فينا، كيثيقوا في سلعتنا، كتكوموندي والحمد لله السلعه كتوصل هي. حنا اللي كيفرحنا اكثر هو ملي كتوصل للكليان السلعه وكيصيفطوا لنا دي ميساج زوينين. شكرا سلعتكم وصلت تبارك الله، داك الشيء رائع الصراحه في الواقع احسن من التصوير. حنا هادشي اللي كيشرفنا وكيشجعنا واكيد كيحفزنا اننا نعطيو اكثر ونجيبو له احسن عاوتاني ان شاء الله. شوف معايا هاد البغوش هذا عاوتاني مختلف عاوتاني في الزواقه، هذه الزواقه الثالثه باش تعرف راه حتى البغوش فيه اختلاف بحالو بحال الكليجه. انا نطلقو لك باش تشوف. انا السعر انا كلياناتي حبابات لعشاق الاناقه ولا ليغونس، اللي بغا دير شي قفطان ملكي مع التليجه حتى هي غزاله، اللي عنده شي خطبه عنده شي حضور مرحبا بالجميع. الو هذا باك رقم 4 في هاد لو بغوشي التليجه اللي دوزنا دابا في الخدادة، شي حاجه غزاله وراقيه وانيقه انيقه كي قال سي حسين دابا راه الكليان ديالنا يستاهل كل خير. سهل الصراحه هادشي كي تنقولو حنا ديما قليل حقكم. باك رقم 4 باك رقم 4 تخمم شاد معاك حسين. نعم سي حسين شكون ما تخمم شاد معاك حسين. ذكرنا من الذكرى تنفع المؤمنين. شوف معنا عاوتاني هاد التليجه لون واحد شي حاجه غزاله تاهي ملكيه انيقه انيقه طايحه تاهي في الدومين ديالها. ديرها الفيسا هادي كتبغي تاهي الابداع باش تخدميها سامبل زيري باش ديرها بالعقيدات. شهوتك في الخياطة والصناعة راه من حقك دير منها شي حاجة غزالة بالخدمة باش تخدمها بليد بغيتي تخدمها بماكينة راه باغي. شوفي انت ولي كيسلك كاين اللي كتخيط ديما كتبغي تخدم غير ماكينة كاين اللي مكتبغيش تلبس كاع الماكينة. حنا هاد الوقت كيتختار حنا كنحتارمو كاع القدوة. شوف معايا هذا خليدر تصيب صراحة فوك رائع الثمن ديالو أجمل. أنا حبيبي 3 مترو على مترو باك رقم 5 خد معنا حسابي 5 كاين عاوتاني هاد اللبيسه هادي تقريبا شي حاجه غزاله تا هي وراقيه راه بحال الفوق بحال التحت 3 مترو. هادي ماشي مع الكريب مع لاسواق يعني باش لبغيتي ديرها لبسه هادي علاش ركزنا على لاسواق باش تكون تكشيطين ان شاء الله. كاين هاد الخضيدرة هادا كاين هاد البغوشي هادا في المول شي حاجة زوينة ان شاء الله. هاد اللوين تيجي مع السميمرات مع البيضات مع كلشي كيما كان لودان ديالك راه تجيك اللوين بزاف. ستة كاين عاوتاني هاد التليجة هادي يلاه دوزناها لو غوج هاد البغوشي هادا باك رائع باك غزال باك زوين باك جميل كيف نقولو. ها هو البغوشي وها هي التليجة ديالو التليجة راه غزالة وطايحة ورطبة في الملمس ديالو. كنتمنى من الكليان ان شاء الله ملي ديري لاكوموند بهاد لو باك وعجبك تشوفي لاكاليتي ما تنسيش تخلي فيها واحد الكومونتير باش تشجعي ناس اخرين حتى هما يشوفوا ويعرفوا لاكاليتي ديال السلعة كيفاش دايرة. كاين هاد لوفغوشي في النوار حتى هو محبوب الجماهير الاسود. كاين هاد التليجة الغوز بيبي شي حاجة راقية نطلقها لك حتى هي حتى الزواقة ما دازتش حاجة اللي كتكون فيها الاختلاف كنحاولو نطلقوها باش تبان الزواقة ونسهلو عليك وعلينا. انا حبيبي حاجة زايدة هي ملكية طايحة الطوموبيل ديالها وانيقة فهمت. انا نجيبها لك لعندك شي في النواف هادي اكس بري فهمت. نقول لك سير بروشي باش ما يتعلقش علينا حتى هو ما
راه حتى من التوت نبغيو نفشوه ماشي غير كليين. الله يلاه كلشي كلشي نعطيوه خاطره. حاجتنا وعزيزه نبغيو نفشوها ونعطيوها حاجه زوينه ونعطيوها قيمه والحمد لله كنبيعوا سلعتنا بالعز. فهمت انا حبيبي فهمت سلطان ملكي راقي 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 شي حاجه راقيه وانيقه جدا. كاين عاوتاني هاد الريسه هادي، هادي الصومو بحال اللي دوزنا دابا في الغوص، هاهي في الصومو، أنا نخليها لك هنا، شوف كتبان لك؟ هاهينا، وكاين هاد البغوشة حتى هو، البروشي راقي، مزيان، هذا راه الثمن ديالو كان كيدير 900 درهم، مع تليجة ديال 600 درهم، راه 1500 درهم. اليوم وحصريا عند اثواب جيجي فقط 1000 درهم. العنوان ديالنا الحي الحسني شارع افغانستان، البدايه ديالو الرقم 50 قرب محله الورد. بالنسبه للمتابعين جداد ديالنا النويمرات راه كاينين في صندوق الوصف ولا في اول كومونتير. اللي بغا دير شي كوموند مرحبا، اللي عجبتك شي حاجه تخلي لنا كومونتير. ما تنسوش لي جيم ولي بارطاج. صباحكم مبروك.